وأقول هذا مشجعا لإخواني، وبفضل الله عندما كنت في سن 22 أو 23 كان هناك مسجد إسكان الكهرباء، وكان يؤم فيه الشيخ مازن مصلح، وكان عمري 23. قصة هاي قبل حوالي 26 سنة أو 27 سنة، وكنت في أسكن في جبل النظيف، وكان هو في إسكان الكهرباء في أبو علبة. فكنت بفضل الله أصلي المغرب في المسجد وآكل تمرات أو شيء قليل من الطعام، ثم بعد ذلك أقوم مسرعا لأدرك الصلاة في أبي علندة أو أبو علندة على الحكاية. والأغرب أنه كان ينتظرني في منطقة اسمها جبل المريخ شيخي وأستاذي محمد خضر، فكنت أذهب إليه ماشيا على الأقدام من النظيف لجبل المريخ، ثم نذهب من هناك إلى سرفيس أبو علندة وين؟ في الوحدات، ونذهب وندرك صلاة العشاء هناك. أولا شباب، لا تقيس سن الشباب على سن الختيارية، الله يرضى عليك. لا أنا بستغرب بس ألاقي شاب يقول لي نعسان. كيف شاب نعسان؟ يا رجل في الجيش مسموح لك تنام ساعتين، ما بنفع شاب انه يقول لي نعسان تعبان. شو تعبان؟ ما بنفع شاب تعبان، لانه انا كنت بدي اشتغل احمل نثريات وما يلزم الدكاكين في شنتات، اطلع من جبل النظيف اروح على حي نزال مشي وارجع مشي، انزل نزول واطلع طلوع وانزل نزول واطلع درج واروح ولا كانه في شيء. شباب كان عمري 22 بتقول لي طب يا شيخ روح انزل للدرجه السبعه، ما صرت 50، لو قابلتك وانا 20 ونتفاهم مع بعض وقتيتها، اما انت هسه عمرك 20 و25 و30 جاي تقول لي تعبان نعسان حشران. ما انا عارف عنك نازل لي حشران وتعبان وعلى الحمام بدي اكل، ما شو هالجيله. لكن بعد ما صارت الامور كلها متوفره للناس، والاباء زي احد الاباء قبل فتره قال لي يا شيخ انا ندمان جوزت ابني على حسابي. قلت له لا يا زلمه كيف ندمان؟ ما انت ساعدته. قال لي هو اركن وصار ما بده يشتغل، واي شيء بقول لك هي ابوي، وهي قاعد مع مرته صار جايب اثنين ما شاء الله، بطل يشتغل بدوش يشتغل. قال لي انا اللي خربته. فبعض الاباء ما بصنع رجال، بدك تصنع رجال تحسس الولد بالمسؤوليه. طب يا اخي طب احنا كنا، انا ابن ست، انا ابن 8 سنين كان ابوي ياخذني على وسط البلد ابسط، ابوي بسطجي نعم يفرش، كان في الحكايه في 82 كان عمري 8 سنوات يحطنا على البسطه ويروح، 8 سنوات ابيع ابن 8 سنوات. ما بحكي عن حالي انا لحالي، كل اللي حوالي هيك. انظروا للجيل بتاعين الستينات، اللي مواليد الستينات ومواليد السبعينات، هيك كان حالهم. اعطيني واحد كان في منطقة عمان الشرقية خصوصا الا ما اشتغلش في طفولته وحصل طلع رجل، كان جنبنا السوق المركزي سوق الخضار في جبل النظيف. اعطيني واحد من النظيف ما راحش على سوق الخضرة. بقينا طب انا تاني رحت على سوق الخضرة مرة كان عمري 16، قال لي شو؟ قلت له بدي احمل. قال لي يلا كل هاي الصناديق البندورة والبطاطا والابصريش حمل لي اياهم في هالبكم. قلت له حاضر ولا يهمك، حمل وصفط حمل وصفط. اخر شيء بقول لي يلا هاي بريزة اجارك روح. اعطاني ايش؟ بريزة. فصرت اشوف البريزة شو مالها؟ لها وزن. اما لو بابا خذ هالبريزه شو بصير اشوفها؟ حمل بكم كامل ببريزه، وفي واحد برا اكرمني يعني ما بعرف كيف بدي اشكره، اعطاني ربع دينار. ما كانت ولا نازت.
شو كان. فبالتالي ايش البريز؟ بريز. صرنا نشعر بقيمة البريز، صرنا نشعر بقيمة الربع. اما انت وين بابا؟ نعم حطني مدرسة خاصة. حاضر. كديش قصتك؟ حاضر. باص وديك وجيبك؟ حاضر. اعطيني يابا مصروفي. حاضر. اعطيني يابا بدي اطلع. حاضر. قل ايش؟ فطلع جيلي ايش؟ ركيك. واخر اشي بقول لك والله ابوي ما ساعدني. يا لطيف. كل هذا وابوك ما ساعدك؟ والله يا ابوي ظلمني. ابوك ظلمك؟ لازم حتى فتح لي حساب في البنك وكل شهر حط لي ما بكبر الا معاي 10,000 دينار. فعلا انه ابوي كان مقصر معاي فعلا. ولا حول ولا قوه الا بالله. فبالتالي اخواني في الله نريد ان نصنع رجالا، نريد رجالا. كلما رايت شابا لا يعمل اصاب بغصه، وكلما ارى شابا بقول لي نعسان اصاب بغصه، وكلما ارى شاب ماسك خلوي وبلعب فيه بضيع وقته. يا جماعه ملايين مليارات تدفع حتى شباب المسلمين ينشغلوا بالخلوي، مليارات دراسات. كيف اقنعك انه هذا الخلوي يشغلك عن مين؟ عن كتاب الله. يشغلك عن مين؟ عن حال المسلمين. هاي ملايين بتندفع تصل لمرحلة المسلمون يقصفون بالصواريخ وانت ايش؟ عن خلوي. هاي شو مالهم دفعوا عليها شو؟ ملايين عشان وصلوا لهالمرحلة جعلوك من الغافلين. خمس صلوات في المسجد في جماعة وقراءة قرآن وذكر الله. هاي اشياء انت في سن الشباب بتقول لي مش قادر. ولا حول ولا قوة إلا بالله.